السلام عليكم، أسعد الله صباحكم بالخيرات والمسرات، صباحكم معطر بذكر الله، أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. صلوا على خير البشر محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ما شاء الله تبارك الرحمن، صباح جميل جديد متجدد على مدينة الحبيب صلى الله عليه وسلم. نحن الآن نصور لكم من الجهات الجنوبية لمدينة الحبيب صلى الله عليه وسلم، تحديدا في أحد الأحياء الواقعة في الجهات الجنوبية. هذا الحي هو حي شوران، ما شاء الله تبارك الرحمن، وهذا الطريق هو طريق صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى. واليوم جايين على هذا المكان عشان نصور لكم أحد المساجد الجميلة. هذا هو المسجد، الآن حنصوره لكم بإذن الله تعالى، مسجد الغراء. قديما لو تلاحظوا هذا الشخص اسمه مسجد الرئيس، سبحان الله، يمكن هذه من الموافقات الجميلة أنه لنا مسجد باسم الرئيس، ما شاء الله تبارك الرحمن. طيب قبل ما نروح نصور لكم هذا المسجد، لابد أن تعرفوا الموقع اللي احنا الآن متواجدين فيه. نحن قريبين إلى مسجد قباء، يبعد عنا مسجد قباء في هذه الناحية تقريبا بنحو 11 كيلومتر تقريبا، والمسجد النبوي الشريف يعني أبعد بحدود تقريبا 4 كيلومتر، فبالتالي يبعد بحدود 15 كيلومتر من هذا المكان. وهذا الحي يعني له ذكر في بعض كتب أهل السير، لكن ربما من الأمور المغلوطة عند بعض الناس أنه الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لأهل شوران أو لمنطقة شوران بالبركة، والحديث اللي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث لا يصح ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث فيه أنه رأى إبلا سمينة فسأل النبي عليه الصلاة والسلام، سأل طبعا الحديث فيما معناه، سأل أين كانت ترعى هذه الإبل، فقيل له كانت ترعى في شوران، فقال اللهم بارك لنا في شوران. فهذا الحديث بهذا النص لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يصح. ورد أيضا من الأمور اللي وقعت في منطقة شوران أن إبل النبي عليه الصلاة والسلام أو لقاح النبي عليه الصلاة والسلام كانت ترعى في منطقة شوران، تحديدا في منطقة ذي الجدر بالقرب من شعب العجوز، وهذه المنطقة تقريبا في هذه النواحي بالقرب من حصن كعب بن الأشرف الخبيث الذي آذى الله وآذى رسوله عليه الصلاة والسلام. عموما نحن دخلنا في تفاصيل كثيرة، لكن كلها من باب أنه نعرفكم عن المنطقة، وأيضا من الأمور الواضحة معنا أو من المعالم الواضحة معنا اللي هو هذا الجبل المستوي. هذا الجبل المستوي هو جبل عير، وجبل عير سمي بذلك تشبيها له بظهر الحمار أجلكم الله. تلاحظون كيف الاستواء، لذلك يعني في اللغة العربية الجبال المستوية غالبا اسمها أو تسمى بعير تشبيها لها بظهر الحمار أجلكم الله، وهو حد المدينة من الجهات الجنوبية. النبي عليه الصلاة والسلام قال المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، وعير هو حد المدينة في الجهات الجنوبية، وثور جبل يقع خلف جبل أحد، هذا هو جبل أحد، خلفه يوجد جبل اسمه جبل ثور يشبه شكله شكل الحمار أجلكم الله، عفوا يشبه شكله شكل الثور. فالشاهد في الأمر هذه حدود المدينة من الجهات الجنوبية والشمالية، أما من الجهات الشرقية والغربية فقال النبي عليه الصلاة والسلام المدينة حرم ما بين لابتيها، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، نسأل الله السلامة والعافية. طيب هذا هو المسجد اللي إن شاء الله بنيتنا أن نصوره لكم، وهذا المسجد هو من المساجد الحاصلة مؤخرا على أحد جوائز فنون العمارة الإسلامية. خلينا نصور لكم الشاخصة، وأنا ذكرت لكم أنه تسميته قديما، وأنا كنت يعني أعرف هذا المسجد قبل أن يبنى، كان اسمه أظن محمود الرئيس، فقلنا استبشرنا بخير أنه لنا قرابة في المدينة المنورة ما شاء الله. على فكرة يعني الرئيس يعني هي مرجعها إلى نجد، إلى قبيلة تعرف بقبيلة بنو تميم، وهذه القبيلة معروفة. هذه بعض المعلومات عن هذا المشروع. المصمم المعماري، ويشكر هذا المصمم اللي هو الأستاذ محمد شفيع، هو اللي أخرج لنا هذه التحفة المعمارية الجميلة. طبعا فكرة بناء هذا المسجد فكرة يعني لا يوجد فيها ابتذال أبدا، مصنوع هذا المسجد من حجارة الحرة البركانية البازلتية فيما يظهر.
أو أنه يعني مبني من حجارة، حتلاحظوا هذه الحجارة اللي هي نفس هذه الحجارة، ولا يوجد أي شيء يعني مثل ما ذكرنا مبتذل أو يعني من الأمور الحديثة اللي دائما نشاهد المساجد، أغلب المساجد مبني بطراز حديث. لا، هذا المسجد مبني على الطراز القديم، ويعني ظهر لنا بشكل جدا جميل، غاية في الروعة، في لمسات عديدة. يعني تلاحظوا مثلا هذه اللمسة، لمسة جميلة جدا ما شاء الله. خلونا ندخل ونصور لكم من منطقة الساحات المحيطة بالمسجد النبوي الشريف، وزي ما تلاحظوا زي هذا الدرج ما شاء الله، وفي أنوار، فيعني ما شاء الله تبارك الرحمن أعطى منظر جمالي، خصوصا لو تجي في الليل في منطقة أو الفترات المسائية، حتلاحظ المسجد مع الإنارات الجميلة اللي تشوفوها الآن منتشرة في منطقة الساحات مع المسطحات هذه، وإن كانت يعني تحتاج عناية أكثر، الأشجار الخضراء أيضا أعطت منظر جمالي. وعلى فكرة هذه المنطقة كلها تسقى من منطقة الوضوء، منطقة الوضوء في الداخل، يعني تسقي هذه المنطقة اللي هي محيطة بالمسجد. هذه هي الجهات القبلية ما شاء الله، شوف الحجارة كيف مرصوفة بشكل جميل. ما شاء الله، شايفين كل هذه الإنارات يعني تشتغل في الليل. المسجد تقريبا فتح في عام 1441، يعني قبل تقريبا سنتين ونصف إلى ثلاث سنوات، تحديدا في شهر رجب في أيام كورونا. ما شاء الله، نصور لكم أيضا الساحات أو يعني منطقة جهة عكس القبلة، ونحاول إذا كان المسجد مفتوح نصور لكم من داخل المسجد. شايفين يعني في يعني نوعا ما في لمسات جميلة، شوفوا الآن النزول، في عناية، في تفاصيل دقيقة ما شاء الله. حتى دورات المياه، لكن للأسف الدورات أنا دخلت فوجدتها مغلقة، مع أنه بإمكانه الواحد يعني يطلع من هذا المكان ويوصل إلى منطقة الدورات. هذه هي منطقة دورات المياه، أو خلينا نقول الوضوء، منطقة الوضوء، وهناك دورات المياه أظنها مفتوحة، يعني الواحد لما يبغى يدخل من هذا المكان أظن أنه يدخل، لكن في باب من هناك تدخل منه. طيب، هذه الساحات أيضا وذكرنا لكم، يعني شوفوا في تفاصيل جدا جميلة، يعني هذا المكان يعني مثل جلسات، تجي على هذا المكان وتجلس في هذا المكان جلسة رائعة. طبعا لولا وجود هذه العماير، أنا ما ذكرتها ولا لا، لولا وجود هذه العماير كنا رأينا المسجد النبوي الشريف، منائر المسجد النبوي الشريف بوضوح، وكذلك منارة مسجد قباء، وأظن مسجد قباء ربما يرى بشكل واضح جدا. خلينا نشوف، نصور لكم المسجد من الداخل، وأظن هذه السكن الإمام وسكن المؤذن، والله أعلم، ما أدري، ماني متأكد. نشوف الآن، نصور لكم من الداخل، الحمد لله المسجد مفتوح، حتى تعرفوا أنه المسجد يعني لو تلاحظوا ما في ابتذال كثير، والمسجد هي أحق يعني بالابتذال والإنسان يبذل فيه، لكن مثل ما تشوفوا المسجد لمساته جدا جميلة. الدهان، لا يوجد دهان، يعني لو تلاحظوا شوفوا المنطقة لا يوجد دهان الحديث هذا، التكييف موجود لكنه مركزي، حتى يعني ما في أي منظر مثلا زي ما يقولوا فيه تشويه أو كذا، فمنظر جميل جدا. مكيفات يعني ما حتشوه المكان، لكن أيضا وجود التكييف المركزي أيضا أعطى جمالية. الأنوار، شوفوا أنوار محدودة جدا، لأنه خلاص عندنا الفترة الصباحية، خلاص سيضاء المسجد النبوي، سيضاء هذا المسجد، أنا قلت المسجد النبوي، سيضاء هذا المسجد بهذه الشبابيك ما شاء الله، والفترات المسائية يعني يضاء بهذه الأنوار البسيطة. وهنا عند منطقة مصلى النساء، فما شاء الله، جزا الله خيرا القائمين على هذا المسجد ما شاء الله، جزاهم الله خير الجزاء.
كل السماعات ترى شغالة وما شاء الله إذاعة جميلة ما شاء الله. سمعنا بعض المقاطع لإمام المسجد ما شاء الله صوته جميل. هذا هو مسجد الغراء، سابقا مسجد الرئيس، وأظن اسم الاسم القديم مسجد محمود الرئيس. في مصلى النساء أيضا، أو في مصلى للنساء أنا أقصد. ما شاء الله، يعني هذه كانت تغطيتنا لهذا اليوم، نأمل أن نكون قد وفقنا في سرد هذه التفاصيل، وإن كان بعض النواحي يعني يحتاج لها أكثر عناية. ما شاء الله، احنا ذكرنا لكم أنه هذا المسجد حاصل على المركز الأول في فنون العمارة في المدينة المنورة، وهذا التسمية الحديثة مسجد الغراء. ما شاء الله، بس وبالله التوفيق. خلاص كده نكون نحن انتهينا من تغطيتنا لهذا اليوم. ما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله لذلك. نراكم على خير، واعذروني على الانقطاع لأربع أيام يعني في مرض، نسأل الله أن يشافينا ويشافي كل مرضى المسلمين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله.